طيب خلينا نروح لأرض الملعب، نروح لمجمع دكتور حسن مصطفى والزميلة العزيزة مريم سميح عشان تنقل لنا أجواء ما قبل اللقاء. اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيفك العزيز نجم الاستوديو التحليلي كابتن محمود رؤوف نجم النادي الاهلي، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، طبعا من داخل مجمع صالات حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. هننقل لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتسبق مباراه او جيم 1 من سلسله البلاي اوفز في نهائي دوري الطايره طبعا لكره الطايره رجال. طبعا يمكن المباراه كان محدد ليها في تمام الساعه 11 مساء، ولكن تاخر طبعا انطلاق هذه المباراه بسبب المباراه اللي سبقتها ما بين الجيش وسموحه وطلع الجيش وسموحه. الحقيقه ان هي كانت مباراه قويه جدا، فعلشان كده يمكن ادت ان هي تتاخر او ادت لعدد من الاشواط الاضافيه. طبعا زي ما احنا عارفين ان الشوط الاولاني والثاني كان مسيطر عليه الجيش بشكل كامل، ولكن الحقيقه ان الشوطين اللي بعد كده سيطر عليهم نادي سموحه، وبعد كده الحقيقه قدر يعني الجيش ان هو يسيطر على مجريات المباراه، وانتهت المباراه بنتيجه 3-2. خليني اقول اكتر عن تفاصيل هذه المباراه. الحقيقه ان هي كانت فيها عدد من توقفات ايضا التحكيم لمراجعه التحكيم، ولكن الحقيقه عايزه اتكلم اكتر عن يعني اداء الفرقتين في الاشواط. الحقيقه ان كان الاول الجيش طبعا قدر ان هو يحسم الشوط الاول بنتيجه 25-18، الثاني بنتيجه 25-23، وبعد كده مجريات المباراه الحقيقه ان هي انقلبت راسا على عقب الحقيقه، وقدر سموحه بعد كده ان هو يسيطر على الشوطين اللي بعد كده بنتيجه 25-14 وبعد كده 25-17، وبعد كده يعني انتقلنا للشوط الفاصل واللي انتهى بنتيجه 10-15 او 15-10 لنادي الجيش طبعا. وكانت هذه المباراه لتحديد المركزين الثالث والرابع، يعني دقائق قليله جدا بتفصلنا عن المباراه المقبله ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك، وزي ما انا قلت هي جيم 1 ما بين يعني او في سلسله النهائي للدوري. خليني اتكلم اكتر عن استعدادات هذه المباراه. الحقيقه انه يعني منذ طبعا تاهل النادي الاهلي لنهائي كاس مصر وقدر ان هو يفوز على نادي بتروجيت بنتيجه 3-1 خلال او يعني حوالي ما يقرب من اسبوع او 10 ايام، الحقيقه ان هي دي كانت المباراه الاخيره قبل هذه المباراه، ومن ساعتها يعني الفريق بقياده كابتن ميدو مصلحي الحقيقه ان هو بيتمرن من ساعتها، يعني منذ ما يقرب من اسبوع التمارين كانت الحقيقه يعني مستمره، وكمان المحاضرات مستمره، ولكن المحاضرتين الخاصين يعني بهذه المباراه بمباراه الزمالك كان في مباراه اخيره امبارح، وكان في مباراه ايضا اخيره النهارده سبقت هذه المباراه امام الزمالك، كان فيها طبعا يعني شرح لكل المباريات الماضيه، خاصه ان احنا قدرنا ان احنا نفوز على الزمالك في عدد كبير جدا من المواجهات خلال الفتره الماضيه، ولكن هذه المحاضره الاخيره كانت يعني بتشرح جميع النقاط الخاصه سواء نقاط يعني القوه او الضعف الخاصه بنادي الزمالك، وده اللي اتكلمنا فيه مع كابتن ميدو مصلحي قبل المباراه يعني او قبل ما ينزلوا الى ارض المباراه. الحقيقه ان عمليات الاحماء بدات منذ نهايه الشوط الثاني لطبعا المباراه اللي جمعت ما بين سموحه والجيش، الحقيقه ان هم كانوا واصلين من بدري طبعا قبل موعد المباراه بما يقرب بساعه او ساعه ونصف طبعا سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الزمالك. الحقيقه كمان بالحديث مع طبعا يعني الجهاز الطبي الحقيقه ان الصفوف مكتمله، صفوف الفريق مكتمله طبعا باستثناء اكيد عبد الحليم عبو، وهو الحقيقه ان هو مصاب منذ البطوله العربيه، اكيد طبعا زي ما احنا تابعنا خلال الفترات الماضيه والاسابيع الماضيه عبو كان مصاب بقطع في وتر الباي، والحقيقه ان هو خاضع لعمليه جراحيه ان شاء الله يعني بنتمنى له كل الشفاء وان هو يكون قادر انه ينضم للفريق مره اخرى خلال الفترات المقبله، ولكن باستثناء عبو طبعا يعني صفوف الفريق مكتمله. الحقيقه ان النهارده يعني يا كابتن هيثم يمكن عايزه اوضح لحضرتك واوضح لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي بيحاول ان هو يعزز عدد كبير من الارقام القياسيه اللي حققها خلال الفترات الماضيه، طبعا بهذه المباراه هو بيحاول ان هو يصل للقبه يعني 34، وبهذا اللقب هيكون اكثر فريق مصري وصل او حصل على بطوله الدوري في الكره الطايره.
كمان بيحاول يعزز يعني فكره الفوز المتتالي على نادي الزمالك. الحقيقه ان كان اخر فوز متتالي او اخر سلسله الفوز المتتاليه في موسم 2009 2010 قدر ان هو يفوز 6 مرات متتاليه، والنهارده ان شاء الله لو الفريق فاز هيكون بيكسر هذا الرقم القياسي بعد ما فاز طبعا خلال الفتره الماضيه في موسم 2022 2023 في عدد من المواجهات بداها طبعا من المرحله الثالثه من او الجوله الثالثه من المرحله الثانيه، وايضا في الجوله السادسه من المرحله الثانيه، وكمان كان في الجوله الختاميه من الدور الترتيبي، واخر مواجهتين ما بين النادي الاهلي والزمالك كان في ختام الدور الاول من كاس السوبر المصري، وايضا يعني يمكن كان نهائي كاس السوبر المصري. والحقيقه ان فاز النادي الاهلي في كل هذه المباريات بنتيجه 3-0 باستثناء بس يعني الفوز في الجوله السادسه من المرحله الثانيه كان الفوز بنتيجه 3-1، وعلشان كده الحقيقه ان احنا بنقول ان هو بيحاول يكسر الرقم القياسي سواء في عدد مرات الحصول على هذه البطوله الغاليه جدا على كل رجال الماسترز، او ايضا في الفوز المتتالي ب6 مباريات على غريمه طبعا نادي الزمالك في مباريات القمه. ان شاء الله يكون النهارده الفوز الاول في سلسله البلاي اوفز او البيست اوف 3 ويقدر ان هو يحقق او يكسر الرقم القياسي في ان هو يفوز 6 مرات متتاليه طبعا على نادي الزمالك في مباريات متتاليه. خلاص يمكن دقائق قليله جدا والمباراه تبدا يا كابتن هيثم، اكيد هنتابع معاك واكيد هيكون لينا لقاءات حصريه طبعا مع رجال الماسترز عقب انتهاء هذه المباراه، ونتمنى ليهم كل التوفيق ان شاء الله كمان يمكن قبل ما يستكملوا هذه السلسله من البلاي اوفز اللي هتبدا كمان او هتستمر بكره ان شاء الله، يكون بكره يعني ان شاء الله الختام وما نلجاش لمباراه فاصله، ولو لجانا لمباراه فاصله هتكون يوم الاثنين ان شاء الله، ولكن ان شاء الله رجال الماسترز قادرين ان هم يحسموا هذه المباراه وان شاء الله مباراه الغد، وان شاء الله يرفعوا راسنا زي ما هم رفعوا راسنا كمان في البطولات الماضيه. زميله عزيزه مريم سميح بشكرك شكرا جزيلا، يمكن الحقيقه غطت لنا كل الاجواء وكل الارقام، بشكرك يا مريم وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النهارده.